الاهلي بتخاف طبعا يعني. فعايز اقول لك ان المباراه هتبقى بالنسبه لكامبالا سيتي مباراه تسويقيه اكتر منها مباراه كره قدم. اه مفيش خد بالك مفيش القلق والتوتر هيبقى موجود عليهم، وده خد بالك برضو يدينا فرصه ان المباراه ممكن تكون مفتوحه، واحنا كنادي اهلي بنستمتع بالمباريات المفتوحه، نحب نلعب جيم مفتوح، ما نحبش نلعب جيم مقفول. اللعيبه بتاعتنا عايزه مساحات، عندها المهارات الفرديه اعلى بكتير جدا منهم، فاعتقد لو المباراه مفتوحه تبقى لصالح النادي الاهلي مش ضد النادي الاهلي. وبلغه الارقام لو بنتكلم على مباراه مفتوحه، يمكن كامبالا سيتي في كل مبارياته في البطولات الافريقيه لعب 21 مباراه خارج ارضه، فاز مباراه واحده بس، تعادل 5 مرات، خسر 15 مباراه خارج ارضه، ودخل مرمى 39 هدف خارج ارضه. اه طبعا يعني انا بقول لك فريق مش كبير، فريق برضه متواضع يعني. انت هو كسبك هناك لظروف الملعب وظروف الحر واللعيبه والاصابات والاجهاد وحاجات كتيره جدا، وان انت كانت المباراه في ايديك وضاعت من ايدينا تمام. لكن انا عجبني الحقيقه مباراتهم مع الترجي في الترجي، كانوا كسبانين 2 غلبوا 3، ده معناه ان هم فريق هجومي، فريق عنده امكانيات، وده برضه يخلينا يبقى فيه هنا اشاره لحاجه مهمه جدا، المباراه مش هتكون مباراه مقفوله على النادي الاهلي، المباراه ممكن تكون سهله بالنسبه لنا. الضغط اللي ممكن تعمله كنادي اهلي مع المساحات المفتوحه يقدر تخليك انك تسجل هدف في بدايه المباراه، ولو سجلت هدف في بدايه المباراه الجيم بالنسبه لك هيبقى سهل جدا. طيب لو بكلمك عن التشكيل والسيناريو اللي ممكن يبدا بيه الاهلي المباراه، مع الوضع في الاعتبار انت عندك غيابات مهمه جدا، وليد سليمان للانذار الثاني وميدو جابر، وانا بتكلم في الجزئيه دي كمان انت يعني وبتتكلم في تشكيله الاهلي في توقيتات معينه كان مثلا باتريس كارتيرون دفع بلاعبين، يعني جرب هشام محمد في فتره بعد كده اعتمد على اكرم توفيق، دفع بمروان محسن في فتره وبعد كده دخل صلاح محسن لما لقى صلاح ماشي بشكل جيد، نفس القصه في موضوع مؤمن زكريا وبعد كده اعتمد على ميدو جابر. في ظل انت عندك كمان في الناحيه اليمنى يعني ما فيش غير وليد سليمان، احمد الشيخ، احمد حمودي، ميدو جابر، وكل هؤلاء اللاعبين احمد الشيخ غير مقيد افريقيا، وليد سليمان موقوف، ميدو جابر مصاب، ما فيش غير احمد حمودي. تتوقع التشكيله بالذات اكتر في الناحيه الهجوميه كابتن بلال؟ بص في الناحيه الهجوميه برضو عدد اللعيبه اللي مش موجوده او المصابه ممكن يبقى مش عايز اقول ازمه بس ممكن يبقى مشكله برضو، خد بالك، بس هي كويس ان كويس ان هي جت في التوقيت ده في ماتش انت متاهل بس عايز تكسب، فهتكسب يعني انت بضغط الجمهور بالحافز بتاعك بالحماس بالروح بكل بالامكانيات اللي موجوده تقدر تكسب يعني. طبعا المشكله في الحته الاماميه، انا متوقع ان ممكن يلعب ازارو وصلاح محسن وناصر ماهر، ممكن يلعبوا الثلاثه في الناحيه الهجوميه، ومن تحتيهم السوليه وعاشور، هم دول الاثنين اللي ممكن يلعبوا ميد فيلدرز بكره مباراه بكره. ممكن يعني اللاعب الثالث اللي يلعب من تحت المهاجمين، في يعني في لعيبه كتير يعني ممكن التشكيل هو لاعب حمودي، بس حمودي اعتقد لا، حمودي سليم النهارده، الجهاز الفني اعلن سلامه وجاهزيه ايمن اشرف واحمد حمودي بعد الاصابه اللي تعرضوا لها في الطفيفه كانت في مباراه حرس خلاص، يبقى ممكن يلعب بايمن اشرف والباك ليفت زي ما لعب المباراه اللي فاتت، وعلي معلول يلعب مع الثلاثه اللي موجودين في نص ملعب. هيكرر نفس تجربه الحرس ممكن ولا يغير الشكل؟ بص لا ممكن يجربها، بص مفيش وقت كتير للتغيير، وبعدين الحته اللي قدام عندك يعني وليد سليمان مش موجود وميدو جابر مش موجود، ودول الاثنين بتعتمد عليهم كتير جدا، فالنهارده علي معلول عنده السرعات وعنده الامكانيات اللي يقدر يلعب الجبهه دي، ممكن تغير كمان طريقه اللعب، ممكن يفاجئنا ويحط علي معلول كهاف رايت ولا ليفت؟ لا رايت، لا رايت دي صعبه على فكره. في ماتش الترجي الاهلي السنه اللي فاتت لما كسب الترجي 2-1 حسام حسن كان حاطه جاب الجول من ناحيه اليمين، لما عمل الاوفر لجونيور اجاي. بالظبط بس هتبقى صعبه عليه، خد بالك يعني صعب جدا انك انت طول عمرك بتلعب في حته وفجاه تلاقي نفسك بتلعب في مكان تاني، بتبقى صعبه شويه، ممكن تعدي بس الواجبات الهجوميه والدفاعيه هتبقى فيها خلل شويه، ترجع امتى، تتقدم امتى، هل انت ممكن تدخل تبقى انت راس الحربه الثالث، هتبقى صعبه شويه على علي معلول. لكن اعتقد ان الاصوب فيها ان يلعب ايمن اشرف باك ليفت، ويلعب علي معلول كوسط ملعب، ويلعب باثنين قدام ناصر ماهر وصلاح محسن تحت وليد ازارو، وده التشكيل ممكن يكون